مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة كالعادة هتكون غاية في الأهمية، خصوصا في ظل عدد كبير من الأخبار المحلية والعالمية، وبالتحديد أخبار نادينا العظيم النادي الأهلي. عندنا كلام كتير جدا النهاردة في الحقيقة. ضيف حلقتنا هيكون الأستاذ ممدوح فهمي الناقد الرياضي بالأهرام، وهنستفيد كالعادة في الحديث عن مختلف الملفات. الأول نروح نشوف أهم وأبرز عناوين حلقة النهاردة، يلا بينا. الأهلي يترقب قرعة دوري أبطال إفريقيا. السلية يقترب من خوض مباراة القمة. المنتخب يواصل استعداداته لمواجهة بوتسوانا الودية. صلاح يقترب من الانتقال لبرشلونة. أخبار مختلفة ومتنوعة بشكل كبير جدا، لكن دايما عايز ابتدي بأخبار النادي الأهلي وبالتحديد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، واللي بيستعد لمرحلة هامة جدا قادمة بإذن الله، واستعدادات حالية غاية في الأهمية، خصوصا أن أول مباراة مقبلة بالنسبة للنادي الأهلي بعد فترة التوقف هتكون مباراة نادي الزمالك في الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز، واللي مقرر ليها بإذن الله يوم 19 المقبل، يوم السبت اللي بعد اللي جاي، فبالتالي مباراة هتكون مهمة قوي قوي قوي. فالاستعدادات لهذه المباراة مستمرة، احنا عارفين بعد مباراة أسوان ما كانش في أجازة ولا حاجة للنادي الأهلي، لا الفريق استمر في استعداداته، وكانت تعتبر استعدادات مبكرة وهتستمر إن شاء الله بإذن الله لحد يوم الجمعة. بكرة هيبقى آخر مران للنادي الأهلي، وبعد كده يوم جمعة والسبت أجازة، وتبتدي بقى من يوم الأحد بإذن الله الاستعدادات النهائية ولمدة أسبوع قبل مباراة الزمالك يوم السبت بعد القادم. بالتالي إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه الاستعدادات وأيضا في المباراة المقبلة. الأمور ماشية بشكل جيد، الفريق بيتمرن، احنا عارفين في غيابات كتيرة جدا في صفوف النادي الأهلي بسبب الانضمام أو انضمام البعض لمنتخبات مختلفة، منتخبنا الوطني الأول والأولمبي، وأيضا بعض المنتخبات الأفريقية اللي عندنا فيها بعض المحترفين سواء اليوديانج جيرالدو وعلي معلول، هم أكيد لعيبة مهمة جدا وفي خطط الجهاز الفني للمباراة المقبلة. أيضا من ضمن الأمور المهمة جدا عودة بعض اللاعبين من الإصابة ودخولهم في حسابات الجهاز الفني زي سعد سمير وأيضا محمد محمود، فبالتالي إن شاء الله الأمور كلها كويس جدا. عايزين نقرب من الصورة بشكل أكبر، نطمن على استعدادات ومران النادي الأهلي النهاردة. علشان كده معانا في هذه اللحظات زميلنا العزيز ومراسل قناة الأهلي فاروق صلاح. يا فاروق مساء الخير عليك. مساء الخير عليك أمير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. طمنا يا فاروق، أخبار المران إيه النهاردة؟ خليني اقول لك يعني ناخد اللواء لو نتكلم على موقف المصابين في النادي الاهلي يا امير. اتفضل. محمود متولي وعمرو السوليه ومروان محسن. بالنسبه لعمرو السوليه بيأدي جلسات اللي هي العلاج الطبيعي لازاله الورم بصفه نهائيه، وفي يعني خلاص بصوره نهائيه تم ازاله الورم من على قدم عمرو السوليه، وهيبدا من الغد ان شاء الله ان هو يعمل جلسات التاهيل للحاق ان شاء الله بمباراه القمه. بالنسبه لمحمود متولي بيأدي برنامج التاهيلي، واقدر اقول لك يعني بنسبه تقترب من 95% من الاثنين ان شاء الله يكونوا جاهزين. عايز اسمع فاروق يا جماعه مش سامعه. امير بالنسبه لمحمود متولي بيأدي جلسات التاهيل من اجل الاستعداد لمباراه القمه، نقدر نقول بنسبه تتجاوز ال 95% ان شاء الله ان محمود متولي وعمرو السوليه هيكونوا جاهزين لمباراه القمه ما بين باذن الله يا امير ان شاء الله يلحقوا المباراه بنسبه كبيره. مروان محسن بيأدي ايضا برنامج التاهيل، بس يعني مروان بنسبه كبيره بعيد تماما عن مباراه القمه. اكيد بالنسبه للمران النهارده يا امير، المران انطلق في تمام الساعه الخامسه
مستر ريني فايلر والكابتن سيد عبد الحفيظ في منتصف الملعب محاضره للاعبين وبعض التعليمات للاعبين وضروره التركيز في المرحله القادمه واهميه المباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك. وانطلق عقب هذه المحاضره انطلق المران الجزء البدني مع مستر توماس وعمليه التدخين بدون كره ثم بالكره ثم بعض التمرينات البدنيه لفريق اللاعبين النادي الاهلي. طبعا يعني زي ما انت عارف ان بيغيب عن النادي الاهلي مجموعه من اللاعبين المنضمه للمنتخب الفريق المنتخب الاول سداسي الشناوي واحمد فتحي وايمن اشرف ومجدي قفشه وحمدي فتحي وحسين الشحات الى جانب الرباعي اللي موجود في المنتخب الاولمبي مصطفى شوبير وصلاح محسن ورمضان صبحي وعمار حمدي. المران انتهى بتقسيمه يعني بكلمك في هذه الاثناء تقسيمه ما بين المجموعتين يشد تالق بشده في المران وليد سليمان واجاي وصالح جمعه وجيرالدو ايضا عربي بدر اللي اشاد بيه مستر فايلر. هو جيرالدو ما سافرش يا فاروق؟ نعم يا امير. جيرالدو موجود ما سافرش مع منتخب جيرالدو ده. موجود واليو ديانج موجود باستثناء المجموعه اللي قلنا عليها الى جانب علي معلول يا امير والمجموعه اللي انضمت للمنتخبات الوطنيه لكن باقي اللاعبين موجودين. طيب ماشي. يا امير المران زي ما قلنا اللي انتهى بتقسيمه في هذه الاثناء انا بكلمك يا امير خلاص انتهت التقسيمه. مستر ريني فايلر بيوجه بعض التعليمات للاعبين يعني بعض الامور الفنيه طبعا مش هنقدر ان احنا نخوض فيها بتفاصيل اكتر اكيد لكن حاله جاهزيه من لاعبي النادي الاهلي حاله من ارتفاع المعنويات للاعبي النادي الاهلي في انتظار مباراه القمه ان شاء الله نتمنى فيها كل التوفيق. يعني قبل يعني من بعد عقد انطلاق المران كان كابتن سيد عبد الحفيظ برفقه الكابتن سمير عدلي توجه لمقر اجراء القرعه ان شاء الله قرعه دوري الابطال اللي نتمنى ان شاء الله توفيق في القرعه للنادي الاهلي كممثل للنادي الاهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ الكابتن سمير عدلي. ايضا من ضمن الاخبار اللي هناك كبير النهارده في المران ان غدا زي ما كل جماهير النادي الاهلي عارفين احتفاليه الدرع الدوري ان شاء الله وفوز النادي الاهلي ببطوله الدوري وتم التاكيد ان تم توجيه الدعوه لكل من شارك كويس. في البطوله سواء من اجهاز فني سواء من اللاعبين ايضا اللي كانوا على خرجوا على سبيل الاعاره او اللعيبه اللي انتقلوا لفرق اخرى تم توجيه الدعوه ان شاء الله للاحتفال بدرع الدوري البطوله المحببه والبطوله المفضله للفريق وكل جماهير النادي الاهلي تبقى غدا بمشيئه الله يا امير ان شاء الله باذن الله. ماشي يا فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي واللي قال لنا اخر اخبار الفريق النهارده واستعداداته للفتره المقبله وتحديد مباراه نادي الزمالك ونتمنى كل التوفيق في هذه الاستعدادات. طبعا احنا بنترقب كلنا قرعه بطوله دوري ابطال افريقيا واللي هتنطلق بالظبط بعد 50 دقيقه من دلوقتي وقرعه طبعا سواء لبطوله دوري ابطال افريقيا او للكونفدراليه الافريقيه. احنا عارفين النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا هو في المستوى الاول كمان وخليني اقول لحضراتكم المستويات بطوله دوري ابطال افريقيا والمجاميع اللي ممكن تكون بصدد الاعلان عنها من خلال النهارده القرعه والقرعه هتكون في فندق بمدينه 6 اكتوبر قريب مننا هنا يعني. فالمستوى الاول في الترجي التونسي والاهلي المصري والوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي. المستوى الثاني في النجم الساحلي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي وصن داونز الجنوب افريقي والزمالك او جينيراسيون فوت السنغالي. احنا عارفين الازمه طبعا بتاعت ماتش الزمالك وجينيراسيون لكن في كل الاحوال هم حطوا جينيراسيون فوت في المستوى الثاني تحسبا حتى لو هو صعد على حساب نادي الزمالك هيبقى في مستوى ثاني عشان يعملوا القرعه يعني النهارده ما يبقاش في اي عوائق لاجراء هذه القرعه. وكمان التصنيف الثالث في فيتا كلوب الكونغولي او الاغسطس الانغولي وبلاتينيوم الزيمبابوي واتحاد العاصمه الجزائري. التصنيف الرابع الهلال السوداني بترو اتلتيكو الانغولي شبيبه القبائل الجزائري وزيسكو الزامبي. في الحقيقه اسماء كلها كبيره جدا والواضح ان المنافسه على بطوله دوري ابطال افريقيا السنه دي هتكون اكثر صعوبة من أي موسم آخر بسبب حجم واسم الفرق المشاركة في هذه البطولة وأكيد الرغبة موجودة عند الكل في تحقيق
هذا اللقب، لكن الرغبة أقوى وأكبر بشكل كبير طبعا عند النادي الأهلي وجماهيره في حصد هذه البطولة الغائبة عن النادي الأهلي. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. هيحضر الكابتن سمير عدلي والكابتن سعد عبد الحفيظ المدير الإداري ومدير الكرة هذه القرعة، وهنحاول بقدر المستطاع. هتبتدي الساعة 7، احنا معاكم لغاية الساعة 7:30. لو في أي جديد طبعا بخصوص قرعة دوري أبطال أفريقيا هنبلغ حضراتكم بيه مباشرة، وإن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي. طيب خلينا نروح نشوف الأخبار اللي اتكتبت على الأهلي في الصحف النهاردة. جريدة الأخبار: الأهلي يذاكر الزمالك بالسيديهات والخطيب يعتذر عن اجتماع الكاف. الأخبار المسائي: إعصار الأهلي يضرب الإيجيبشن ليج. اليوم السابع: الأهلي يدعو لاسارتي والمعارين والراحلين لحفل التتويج بالدوري. الأحمر يكشف تطورات حالة مروان محسن ويخوض مباراة ودية الاثنين المقبل استعدادا للزمالك. روزال يوسف: فايلر يحاول تجدية مروان. الأهرام المسائي: الأهلي يستقر على ضحايا الشتاء، أداره للبيع لأعلى سعر وجمعة إعارة وسعد سمير في الميزان وانقسام حول لطفي. ماشي. الأهرام الرياضي: حسين الشحات: هدفنا حسم الدوري مبكرا إن شاء الله. المساء: اختبار مدفعجية للاعبي الأهلي، تألق ديانج وأجايه في تدريب التسديد على المرمى، دروس فايلر مستمرة مع الفريق رغم غياب الدوليين. الدستور: الأهلي يستقر على قيد كهربا ومؤمن وفايلر يطلب مدافعين. جلسات تأهيلية لمروان محسن والسلية وراحة يومين قبل القمة. هنعلق. الوفد: الأهلي يكثف استعداداته لمواجهة القمة والسلية يسابق الزمن للحاق بالمباراة. الوطن: الأهلي يبحث عن ودية عالمية وفايلر يتحفظ على احتفالات الدوري. المدير الفني يدرس الأبيض بمشاهدة 8 مباريات كاملة وتفاصيل عرض العين الإماراتي لضم الفراري. كالعادة أخبار متعددة عن النادي الأهلي زي كل يوم في الصحف، وخلينا نبتدي بجريدة الأخبار بالتحديد واللي اتكلمت عن النادي الأهلي النهارده وقالت إن الأهلي يذاكر الزمالك بالسيديهات. طبعا هيبقى في دراسة وفية لفريق نادي الزمالك بشكل مفصل من قبل الجهاز الفني بقيادة مستر ريني فايلر المدير الفني السويسري، ومعرفة كل الأمور اللي تتعلق بنادي الزمالك تحديد في آخر المباريات، وده شيء هيكون مهم قوي علشان تقدر تواجه المنافس بتاعك بالشكل الأنسب. وأنا من الجانب ده أنا بصراحة مطمن، لأن عارف إن مستر فايلر بيبقى مهتم قوي بدراسة الفرق بشكل مميز، ومش هيكون في تفكير في الفوز على نادي الزمالك في مباراة السوبر، مش في الحسبان الكلام من ده، لكن أنت هتدرس فريق نادي الزمالك بكل تفاصيله وده شيء مهم. والخطيب يعتذر عن اجتماع الكاف بسبب بعض الظروف الصحية، نتمنى له بإذن الله الشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. نروح لخبر آخر من اليوم السابع، واليوم السابع بتتكلم بتقول إن الأهلي يدعو لاسارتي والمعارين والراحلين لحفل التتويج بالدوري، وده الطبيعي عند النادي الأهلي بالمناسبة. يعني الموضوع مش مفاجأة، دايما الأهلي علاقاته مع كل من عمل داخل القلعة الحمراء بتبقى مميزة وجيدة وما فيهاش أي نوع من أنواع المشاكل. لاسارتي رحل عن النادي الأهلي، لكن دايما علاقة الود والاحترام بتبقى موجودة. النادي الأهلي يوجه له الدعوة سواء هو أو اللاعبين المعارين من صفوف النادي الأهلي أو اللاعبين اللي رحلوا عن صفوف النادي الأهلي بشكل نهائي، لأن هم كلهم ساهموا في بطولة من أغلى بطولات النادي الأهلي في بطولات الدوري بالتحديد بطولة الموسم الماضي، وأكيد ليهم دور أساسي طبعا. فطبيعي أو النادي الأهلي يدعوهم، وطبعا زي ما قال لنا فاروق من شوية كده أن تم التوجيه الدعوة بالفعل للجميع ولكل من ساهم في هذا اللقب. الأحمر يكشف تطورات حالة مروان محسن. مروان احنا عارفين أنه كان عمل جراحة في الوجه بعد الكسر اللي جاله، والأمور ماشية بالنسبة له بشكل أفضل دلوقتي، وبيعمل بعض التدريبات العلاجية والتأهيلية الخاصة به في الجيم، وابتدى يجري حوالين الملعب والأمور كويسة يعني بالنسبة لمروان، وبإذن الله يرجع سريعا.
ويخوض مباراه وديه الاثنين المقبل. زي ما احنا طبعا اكدنا على حضراتكم امبارح واول ان في ماتش ودي للنادي الاهلي يوم الاثنين الجاي، لسه ما تحددش الاهلي هيلاعب مين في الماتش الودي ده، لكن هو في حسابات الجهاز الفني المباراه هتكون مهمه جدا وقويه، المباراه الوديه علشان يقدر يقف على مستوى بعض اللاعبين اللي ما كانوش ممكن بيشاركوا بشكل كبير قوي خلال الفتره اللي فاتت، لان في الحقيقه عدد كبير شارك لكن البعض خد دقائق قليله مش كبيره جدا، فهيتم الحكم عليهم او مش عايز اقول الحكم يعني الوقوف على مستوياتهم خلال الفتره الحاليه بعد تدريبات خلال الفتره دي ايضا. فاكيد مباراه وديه غايه في الاهميه. نروح لروزا اليوسف. روزا اليوسف بتقول ان فايلر يحاول طرديه مروان. الخبر يعني تقول ان في مشكله، يعني الخبر كده لما تقراه دايما كده روزا اليوسف يعني عادي، الخبر لما تقراه كده تحس ان ايه فايلر عايز يرضي مروان، يعني مروان في مشكله، مفيش اي حاجه. تيجي تقرا بقى ايه متن الخبر يقول لك ان هو بيروح بيطمن عليه بيتكلم معاه عشان يعرف اخر اخبار اصابته ايه، مال ده ومال الطرديه يعني مش عارف. العنوان ملوش علاقه بالمتن في الحقيقه، لكن في كل الاحوال مستر فايلر حريص بشكل كبير جدا على الاطمئنان على كل العناصر اللي عنده في الفريق، وده شيء جيد ومهم، وعارف مدى اهميه كل لاعب من اللاعبين، وان شاء الله نتمنى لمروان العوده سريعا باذن الله. نروح للاهرام المسائي، ده خبر بقى محتاج تعليق شويه كده. الاهلي يستقر على ضحايا الشتاء، ازاره للبيع لاعلى سعر وجمعه للاعاره وسعد سمير في الميزان وانقسام حول لطفي ومش عارف ممكن ايه تاني، يعني كلام غير حقيقي اطلاقا. وعلى فكره لما بنقول لحضراتكم كلام غير حقيقي يبقى احنا يعني بنتكلم بجد، يعني مش بنقول بقى لمجرد النفي يعني، لا فعلا فعلا مفيش اي حاجه من اللي مكتوب ده صحيح على اقل تقدير حتى اللحظه اللي انا بتكلم مع حضراتكم فيها. نبتديها واحده واحده كده. هو الشتاء امتى؟ الشتاء امتى؟ شهر واحد اللي هي فترة انتقالات الشتوية. احنا في شهر كام؟ في شهر 10. عندك لسه بقيت شهر 10 و11 و12 في مباريات سواء افريقية او مباريات محلية بالطبع. فممكن الامور تتغير ما بين يوم وليلة، وهي دي كرة القدم. ممكن حضرتك دلوقتي مثلا واحد من جمهور النادي الاهلي يكون بيتخيل ان في لعيب معين ده خلاص هيمشي على النادي الاهلي، ممكن تتفاجئ بعد كده ان هو مستمر في النادي الاهلي. زي ما اتكلمنا على اجاييه قبل كده، اجاييه كان فتره من الفترات فتره الانتقالات الصيفيه قال لك ايه اجاييه خلاص هيمشي وفي لعيب مكانه جاي، والناس اجزمت ان اجاييه خلاص هيرحل عن النادي الاهلي وعروض ومش عروض وكلام من ده. اجاييه بيعمل ايه دلوقتي؟ اجاييه موجود واحد العناصر المهمه والاساسيه بشكل كبير جدا والمؤثره في صفوف النادي الاهلي. نبتدي كده، بيقول لك ازارو للبيع لاعلى سعر، كلام غير صحيح خالص. اولا ازارو موجود في النادي الاهلي، مستر فايلر مترقب مستوى اللاعب بشكل كبير جدا وعارف ازاي هيقدر يطور مستوى اللاعب، وارد ان هو ينجح في التصوير ده وارد ان هو ما ينجحش، ده بيترتب برضو على امكانيات اللاعب نفسه. هل ازار امكانياته كويسه وكبيره؟ طبعا امكانياته مميزه، لكن عنده ازمه ثقه زي ما اتكلمنا كتير في الموضوع ده. فموضوع ان ازاره معروض للبيع لاعلى سعر غير صحيح اطلاقا، ازاره في حسابات مستر فايلر وده تاكيد احنا بنقوله لحضراتكم. جمعه اعاره على صلاح جمعه، يعني ان في اتجاه ان هيتم اعارته وكلام من ده، برضه مفيش الكلام ده خالص لحد دلوقتي، والكل في حسابات الجهاز الفني لحد ما يجي شهر يناير، او خلينا اتكلم معاكم بصراحه ومنطقيه اكتر لغايه شهر ديسمبر. شهر ديسمبر هتبتدي كده تستقر بشكل نهائي انت محتاج مين ومش محتاج مين وعايز تتعاقد مع مين يجي تجيبه ومين مش عايزه وكلام من ده. في شهر ديسمبر ملامح تبان بشكل اكبر، لكن دلوقتي لسه مفيش كلام بخصوص هذه الامور اطلاقا خالص. سعد سمير في الميزان، قصدهم ان سعد سمير يعني ايه بيتم تقييمه، وانا بستغرب في الحقيقه من عنوان زي ده. يعني سعد سمير بخبراته العظيمه بتاريخه مع النادي الاهلي بامكانياته المميزه جدا، دايما دايما اي لعيب ممكن يتعرض لكبوات في بعض الوقت، يعني لعيب كوره هي كوره كده، لكن في نفس الوقت الشخصية موجودة الإمكانيات موجودة وده بيتوافر بشكل كبير جدا عند سعد سمير. لعيب خبرة مهم قوي يكون متواجد داخل النادي الأهلي، احنا ما بنقولش ان لازم يكون موجود وكلام من ده او بنملي شيء على الجهاز الفني، بالعكس
الجهاز الفني عارف قيمه اللاعب بشكل كويس ومتابعه بشكل كبير جدا خلال التدريبات. وسعد سمير هم بيقولوا كمان في المتن بتاع الخبر ايه، ان هم قلقانين ان سعد سمير يعمل مشاكل لو قعد احتياطي. من امتى سعد سمير عمل مشاكل داخل النادي الاهلي؟ ما حصلتش قبل كده. سعد سمير احتياطي اساسي بتلاقيه موجود وعارف دوره وحدوده بشكل كبير جدا، وواجباته عارفها بشكل مميز قوي في صفوف النادي الاهلي، وعودته اكيد منتظره لانه لعيب مهم ومميز في خط الدفاع. وانقسام حول علي لطفي غير منطقي الكلام ده خالص. ليه بقى؟ ببساطه خالص، علي لطفي مقيد افريقيا. هتيجي تمشي علي لطفي في يناير هيبقى معاك اثنين حراس مرمى بس في افريقيا؟ هل ده معقول؟ هل ده شيء مضمون؟ ان انت تلعب بالشناوي واكرامي بس هما المقيدين؟ ولا هتمشي علي لطفي وتجيب حارس تأيده في الاربع اماكن اللي ناقصين، وانت ممكن تكون محتاج لبعض المراكز الاخرى؟ مركز حراس المرمى الموضوع ما فيهوش نقاش فيه اطلاقا، وعلي لطفي مكمل مع النادي الاهلي. وما اعرفش ليه الحديث عن مثل هذه الامور في التوقيت ده. ممكن اقول لحضراتكم ليه، لان ما فيش ماتشات، ما فيش احداث بشكل كبير، وهي فتره التوقف الدولي في الحقيقه تبقى فتره ممله جدا بصراحه بالنسبه لنا كلنا، بنبقى عايزين نتابع الماتشات سواء محليا او اوروبيا يعني. فكل الكلام ده غير منطقي واجتهادات طبيعيه من الصحفيين، لكن مش في توقيتها اطلاقا يعني. نروح لخبر اخر للدستور. مستمرين في الحديث عن بعض الجوانب الهامة جدا. جلسات تأهيلية لمروان محسن والسولية، وراحة يومين قبل القمة برضه عشان الناس تبقى فاهمة. يومين قبل القمة يعني ده معناه ان الماتش هيبقى السبت، هنريح الخميس والجمعة. مش معقول يعني. ساعات برضه الراحة تبقى يوم الجمعة والسبت الجاي، وبعد كده ترجع من حد تستني في تدريباتك لحد ميعاد ماتش المباراة يوم المباراة يعني. الأهلي يستقر على قيد كهربا ومؤمن. حد يا جماعه، هو الاهلي تعاقد مع كهربا واحنا ما نعرفش مثلا؟ الاهلي لسه ما تعاقدش مع كهربا. هل كهربا في الحسابات؟ اه في الحسابات كهربا، لكن الاهلي ما تعاقدش معاه لحد اللحظه دي. كهربا ما وقعش للنادي الاهلي خالص، ولا انت اعلنت انضمام كهربا للنادي الاهلي، فازاي هتايده؟ هو ممكن نايده من غير ما الاهلي يتعاقد معاه؟ برضو اجتهاد صحفي بيحاولوا ان هم يسبقوا الاحداث شويه. مؤمن زكريا برضو نفس الحال. مؤمن احنا عارفين عنده اصابه، فلسه مش عارفين هيرجع امتى من الاصابه دي، ومش معقول ان انت هتأيد مؤمن وهو لسه ما رجعش من الاصابه. فلسه برضو الكلام ده مش حقيقي حتى الان. وبايلر يطلب مدافعين، وهم بيقولوا موضوع المدافعين ده عشان في اصابات كتيره جدا في الخط ده يعني. قال لك ياسر ابراهيم اتصاب قبل كده بتولي، سعد سمير كان مصاب. لكن انا في اعتقادي يعني ان الاهلي لما هيرجع له كل الناس في هذا المركز بتحديد خط الدفاع برضه حسب طبعا الرؤيه الفنيه مستر فايلر يعني، لكن هيكون عندك خط ده مكتمل، عندك عدد من اللاعبين المميزين جدا، رامي ربيعه، سعد سمير، ياسر ابراهيم، محمود متولي، ايمن اشرف كمان. فما اعتقدش يعني ان ممكن النادي الاهلي يفكر او مستر فايلر، وكله هيبقى طبقا لتقييمه في الاخر. ويوم ما مستر فايلر هيطلب تدعيم في مركز ما، الاداره عمرها ما هتتاخر عنه. واللي عايز اكده لحضراتكم برضه بمناسبه موضوع ان كان الناس بتتكلم على كهربا ومؤمن وكلام من ده، ان مستر فايلر هو المتحكم في التعاقد مع فلان والاستغناء عن فلان في تشاور طبعا مع لجنه التخطيط للكره. طبيعي القرار الاول والاخير بيبقى للمدير الفني. ليه؟ لان هو المسؤول، هو اللي هيتحاسب، هو اللي هيتم تقييمه على كل اختياراته. اسماء مهمه قوي انا اتمناها، انا على المستوى الشخصي طبعا، او كل معظم جمهور النادي الاهلي يتمنى لعيب زي كهربا. امكانيات ما فيش احسن من كده، اضافه مش هيكون في احسن منها للنادي الاهلي. لكن في كل الاحوال ده كله رهن شارط وطلبات مستر فايلر بس. طيب نروح لفين تاني؟ نروح للوفد. والوفد بتتكلم بتقول ان الاهلي يكثف استعداداته لمواجهه القمه، والسوليه سابق الزمن لحق بالمباراه. عايز اقول ان بخصوص عمرو السوليه باذن الله فرصه كبيره في اللحاق، خصوصا في التحسن الملحوظ الواضح بالنسبه لعمرو السوليه. الورم ابتدى يتلاشى، وابتدى يعمل تدريبات بدنيه وتاهيليه في الجيم، وده شيء مبشر جدا ويدل على ان عمرو السوليه ممكن بنسبه كبيره ان شاء الله يلحق مباراه الزمالك. لا قدر الله لو ما لحقش عمرو السوليه، النادي الاهلي عنده لاعبين مميزين جدا، عاشور، اليو ديانج، بعض اللاعبين في هذا المركز ممكن يلجا لهم مستر فايلر. نروح للوطن سبورت او جريده الوطن بالتحديد يعني.
الاهلي يبحث عن وديه عالميه، مش يعني مش شرط خالص يكون التفكير في وديه دلوقتي يعني. واحنا عارفين ان في اتفاقات مبدئيه مع فريق ريال مدريد الاسباني، وده مش هيكون ايضا المباراه مش هتكون في الفتره الحاليه يعني. فايلر يتحفظ على احتفالات الدوري، احنا عارفين ان بكره في احتفالات للدوري بالنسبه للنادي الاهلي، اخيرا النادي هيستلم درع الدوري، في احتفاليه كبرى باحدى الفنادق وهيتم الاحتفال فيها بالنادي الاهلي كبطل للدوري الموسم السابق وتسليم الدرع للنادي الاهلي. ممكن هنا قصدهم من التوقيت بس مضايق مستر فايلر، لكن ما عنديش في الحقيقه معلومه اكيده، ان بس ما اعتقدش ان مستر فايلر اعترض يعني، لان لسه بدري على مباراه الزمالك لسه 10 ايام يعني. فبكره ان شاء الله الاحتفاليه باذن الله. المدير الفني يدرس الابيض بمشاهده 8 مباريات وده شيء طبيعي. هم هنا بيتكلموا على ان في عرض اماراتي، عرض من العين الاماراتي لضم شادي رضوان، بيلقبوه بالفراري. وبالنسبه شادي رضوان ده من احد اللاعبين المميزين جدا في قطاع ناشئي النادي الاهلي، اعتقد مواليد 2006 اعتقد، ومن ابرز المواهب في العالم، دخل في قائمه افضل 60 موهبه على مستوى العالم. فبيقولوا ان في اهتمام من العين الاماراتي، لكن الكلام ده غير رسمي حتى الان. طيب دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، اخبار عن النادي الاهلي في المواقع نشوفها. في الموقع الرسمي للاهلي، الاهلي يواصل تدريباته مساء اليوم. صدى البلد، الجمهور للخطيب، شفاك الله وعافاك يا محترم. اليوم السابع، عبد الحفيظ وسمير عدلي يمثلان الاهلي في قرعه دوري ابطال افريقيا. مبتدا، عبد الحفيظ مش خايفين من حد في دوري الابطال. الفجر الرياضي، نيدفيد يواصل تاهيله في الاهلي. موقع الكابتن، نجم الاهلي السابق فايلر مدير فني محظوظ. فيتو، أشعة جديدة على قدم متولي الحسم وشراكته في القمة. الأهرام، مرحلة جديدة في البرنامج التأهيلي للاعب الأهلي. نيدفيد يواصل تأهيله في الأهلي، ده من البوابة. نجم الأهلي السابق فايلر مدير فني محظوظ. طيب الاخبار دخلت في بعضها شويه كده، معلش بتحصل يعني. خلينا نبتدي باليوم السابع، موقع اليوم السابع اتكلم وقال ايه عن النادي الاهلي. قال ان سيد عبد الحفيظ وسمير عدلي يمثلان الاهلي في قرعه دوري ابطال افريقيا، واحنا زي ما قلنا لحضراتكم ان بعد نص ساعه من دلوقتي هتبقى قرعه بطوله دوري ابطال افريقيا، وموجود او بيمثل النادي الاهلي كل من كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره وكابتن سمير عدلي مدير اداري فريق النادي الاهلي. وان شاء الله كلنا مترقبين هذه القرعه ونتمنى كل التوفيق. مش عايز اقول في قرعه مناسبه وكلام من ده، اللي عايز ياخد البطوله ما بيفكرش هيقابل مين يعني، اي حد. انت هدفك واضح ومعروف وبتشتغل عليه بشكل كبير قوي، سواء كمسؤول في النادي الاهلي، في الجهاز الفني، كلاعب في النادي، انت عارف هدفك ايه، ان انت عايز تجيب بطوله دوري ابطال افريقيا. بطوله كلنا مفتقدينها جدا، الاحتفال باللقب ده لوحده بيبقى مختلف، لان هي اغلى بطوله بينافس عليها النادي الاهلي بكل تاكيد. فاتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في البطوله. بالتالي من مبتدا الكابتن سيد عبد الحفيظ قال ايه؟ قال ان احنا مش خايفين من حد في دوري الابطال، وده اللي انا كنت بتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي، ان البطل اللي عايز ياخد البطوله ما بيهموش هو هيقابل مين، ما بيهموش مين اللي هيبقى معاه في القرعه. انت بتشتغل على نفسك، تحاول تجتهد، تحاول تعمل كل اللي عليك وتستعد بالشكل الانسب اللي يساعدك على الفوز باللقب يعني. وده كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ، وقال ان احنا عندنا استعداد ان احنا نقابل اي حد في بطوله دوري ابطال افريقيا. طيب عايز اروح لكريم نيدفيد ان هو يواصل تاهيله في الاهلي. كريم نيدفيد احنا عارفين ان كريم كان عنده اصابه وعمل جراحه في الركبه او عمل الغضروف، فبالتالي كريم نيدفيد
في مراحله النهائيه، وان شاء الله خلال اسبوعين يكون متواجد في التدريبات الجماعيه. ولاعيب مهم جدا في خط الوسط يعني بالنسبه للنادي الاهلي، عارفين احنا عندنا عدد من اللاعبين المميزين جدا بالتحديد في هذا المركز، من ضمنهم طبعا محمد محمود اللي اصبح لائق للمشاركه بشكل طبيعي، ونتمنى للجميع باذن الله كل التوفيق. عايز اروح لموقع الكابتن لان ده تصريح للكابتن عماد النحاس نجم النادي الاهلي السابق، واتكلم قال ان بايلر مدير فني محظوظ. عايزين نوضح التصريحات، يعني هو قصده محظوظ لان هو جه لقى ان في جاهزيه بدنيه وفنيه واضحه جدا عند لاعبي النادي الاهلي، وقال ان هو مدرب مميز وبدايه بالنسبه له موفقه جدا، وده شيء جيد في الحقيقه. وكمان قال ان هو في طريقه لتثبيت تشكيل النادي الاهلي بالتحديد بعد اخر مباراتين في الدوري، ووضح ان هو استقر على بعض اللاعبين ان هم يكونوا في التشكيل الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي، واعتقد ان ده شيء فعلا واضح يعني. لكن في كل الاحوال كابتن عماد النحاس طبعا مدرب كبير قوي في نادي المقاولين العرب، وعامل معاهم شغل كويس جدا سواء الموسم اللي فات او بدايه الموسم الحالي. عنده اعتقد 7 نقط من 3 مباريات، كسب ماتشين وتعادل ماتش، فشيء جيد وشهادة مهمة من الكابتن عماد النحاس. طيب دي كانت أخبار الأهلي في المواقع، لسه في بعض الأخبار المحلية وبعض الأخبار العالمية نروح نشوفها. بوقت الشروق اليوم جرعة دوري الأبطال وملحق الكونفدرالية. اليوم السابع كاف يغرم الجبلية $5000 بسبب عدم اختاره بمديونات الزمالك والمصري. دوت مصر اتحاد الكرة إقامة مباراة قمة بين الزمالك والأهلي في مواعيدها المحدد. في الجول رسميا ايقاف ديمبلي مباراتين وغيابه عن الكلاسيكو. يلا كوره، خوفا من العنصريه منتخب انجلترا يهدد بالانسحاب من تصفيات يورو 2020. الوفد رسميا ستيفانو بيولي مديرا فنيا لميلان الايطالي. كوره، ميسي فكرت في مغادرة برشلونة. دوت مصر اتحاد الكرة إقامة مباراة قمة بين الزمالك والأهلي في مواعيدها المحدد. فيتو، لائحة مكافآت جديدة للمنتخب الوطني لزيادة المكافآت وفرض الانضباط. الشروق، البدري يطلب طائرة خاصة تنقل المنتخب إلى جزر القمر. البوابة، البدري يلم شمل المنتخب وتعليمات خاصة للشحات. نقطة نظام في معسكر الفراعنة، ده من الوفد. البدري يبدأ خطة تغيير الأداء في المنتخب ويطالب ثلاثي الهجوم بالشراسة. مبتدأ، حسام البدري يرد على انتقاده لعدم ضم بعض اللاعبين. المصري اليوم، البدري يحول المنتخب إلى ثكنة عسكرية لفرض الانضباط. الأهرام المسائي، المنتخب ضحك ولعب وجد وحب. أفشة والشحات وفتحي يقتربون من التشكيل. البدري يحذر الجميع، البلاي ستيشن وسيلة تركيز. الأخبار المسائي، لاعبو المنتخب يتعاهدون على تصحيح المسار والبدري متفائل. الأخبار، عزل المنتخب عن المؤثرات الخارجية. البدري اللاعبين جميعنا محظوظون بالتواجد هنا وتمثيل مصر طبعا. موقع الكابتن أيوب، المنتخب مستمر في معسكره بالقاهرة لحين أي مستجدات بنقل مباراة بوتسوانا لبرج العرب. المسا،
معسكر لم الشمل لمنتخب الفراعنه باوامر البدري لعبوا الاهلي والزمالك في غرف مشتركه، احمد فتحي كابتن بالاقدميه وتدريبات تاهيليه للسعيد. الوطن سبورت، احمد فتحي للاعبي المنتخب، افريقيا كانت تخشانا وعلينا اعاده الهيبه. الجمهوريه، البرازيلي سيرجيو فارياس يعلن قائمه المنتخب استعدادا للمونديال العسكري. سوبر كوره، فارياس يتفق مع البدري على بقاء محمد بسام بالمنتخب الاول امام بوتسوانا. اليوم السابع، وجيه احمد وعباس يشاركان في دوره الفار بالامارات. سوبر كوره، محمد ايهاب يتوجه لوزاره الرياضه لبحث ازمه المشاركه في الاولمبياد. الفجر سبورت، محمد صلاح على رادار برشلونه. طيب دي كانت بعض الاخبار المحليه والعالميه واللي هنتكلم فيها بتفاصيل اكتر مع ضيفنا العزيز بعد الفاصل، وهينورنا ويشرفنا الاستاذ ممدوح فهمي الناقد الرياضي بالاهرام. استنونا بعد الفاصل. بينورني ويشرفني الاستاذ ممدوح فهمي الناقد الرياضي بالاهرام. يا استاذ ممدوح اهلا بيك. استاذ زميل كل صحك طيب وانا سعيد بوجود حضرتك. انا اسعد طبعا. اخبار حضرتك ايه؟ كل سنه والله انت وحكيت. الحمد لله والله تمام الحمد لله. عايزين نتكلم عن بعض الامور المهمه جدا على الساحه الرياضيه المحليه، بس عايز ابتدي بالاهلي الاول، وعايز اخد تقييمك للمرحله اللي فاتت الست ماتشات مع مستر فايلر وبتشوفهم ازاي من وجهه نظرك. خلينا اتفق ان الاهلي بيعيش مرحله جديده، انا شخصيا شفتهاش فتره طويله. انا حتى النهارده كنت بعمل عنوان كده احد الزملاء، كنت عايز اسمي فايلر المكتشف، على هو كريستوفر فايلر زي كريستوفر كولومبس كده. عاجبني طريقته في تدوير اللعيبه، عاجبني. انا كتبت ماتش خير بتاع اسوان دوت، عنده لمسه ابداع في اللعيبه، في انسيابيه، في تحرك بغير كوره رائع، في مهاره باينه، في شغل في الملعب معمول. والغريبة والعجيبة والمريب بيوقف ساكت، يعني انا ما بزعقش، انا بسمع الصوت يعني. يعني حتى كتبت انا قلت الابداع السويسري لا يتوقف، ما بحسش لان ما بيتكلمش يعني، الراجل بيشاور بس وعارف. فلا الاهلي عايش مرحله ان شاء الله تعمل كده بالتوفيق، منتهى الجمال اداء ونتائج. واحنا بنعمل من الحكام كده، لا ما نكسب بس، لا ده كان في اداء، وفي لعيبه بدات تفوق معاه، مدام صبحي، حسين الشحات، خبر حضرتك صلاح محسن، اجاييه، فين اجاييه بتاع الموسم ده؟ فانت بتتكلم الاهلي في حاله، والراجل ده انا احساسي ان هو اتعامل صح نفسيا مع لعيبه وفنيا، وقاري صح امكانيات كل لعيبه. يعني استاذ امير بيعرف يعمل ده، فبيدوا له مساحه. يعني رمضان ما شاء الله بيتحرك بشكل رائع، سواء بالطريق العرضي او على الاطراف. اجاييه بينزل لتحت او بيبقى راس حربه صريح. حسين الشحات يمين او شمال، لا الدنيا لطيفه. الجو العام في الاهلي، لا لا ما شاء الله ما شاء الله، شايف ان الدنيا ماشيه بشكل لا رائعه، مش بس كويس. يعني اسباب الانسجام السريع ده بين فايلر واللاعبين بيتمثل في ايه؟ حاجات كتيره. اولا انت عندك خامه محترمه قوي كويس من اللعيبه. لا ننكر ان المجلس المحترم كده الكابتن الخطيب عامل توليفه لعيبه محترم. طب ايه اللي كان ناقصهم بقى يا عم ممدوح والناس صدعتنا؟ لا كان ناقص مدير فني بيعرف يقرا. يعني ايه يقرا حضرتك؟ يعني وانا في التدريب شايف امكانيات كل لعيب، كان ناقصنا بسخر كوتش. مع المساله يا استاذ امين، مش بس انت بتبص لعيبه ويلا يا اولاد ربنا يوفقكم ويلا ما شاء الله والفاتحه ويلا، مش كده الموضوع. لا انا بقرا اللعيبه وعندي خلفيات وبقرا كويس في التدريب. علي معلول اتشال، حط الولد محمد محمود. عمل ايه؟ محمود وحيد. محمود وحيد انا اسف. كان مميز جدا. عمل ايه؟ جدا. يبقى انا عندي اللينا البديل. تشال صلاح محسن اتحط سي اجاييه، اتعمل ازاي؟ فالتدوير ده معناه انت قاري صح اللعيبه. انت رايتك للعيبه في التدريب صح. ده اول خطوه في نجاح اي مدرب. انت تقرا صح. زي يورجن كلوب كده بيقرا صح. صح. بيعرف صلاح بينسجم مع مين؟ بينسجم مع فيرمينيو، مع ساديو ماني، الخ الخ. بيلعب في ارقى حدود.
مستر فايلر بيعمل نفس الحكايه، هتلاقيه بيلعب في اضيق حدود بس التوليفه عنده. يعني سير الخلطه عنده هو، توزيع الادوار عنده هو. كل لعيب بقى وشطارته في لعيب متميز جدا، يعني محمود وحيد زي ما قلت لازم اكلم علي معلول، انا ما حسيتش عمل ماتش حلو قوي، ما حسيتش في فرق. انت حسيت في فرق؟ لا لا طبعا خالص. اجي علي معلول ما شاء الله نفس الحكايه، شال صلاح محسن اتحط اجاييه، اخبر سيادتك شال امير حتى ممدوح فاهم. هي كده، فانت بتحط ترس وداير، فشطارتك ازاي بتدور معاه. هو عارف يعمل ده، عارف الساعه السويسريه كده الجميله، اخبر سيادتك طبعا هو عامل زي الساعه السويسريه، الراجل بيشوط الترس يحط الترس الدنيا ماشيه، ودي قرايه صح، وجهاز فني معاه محترم انه بيتخدم عليه كويس. عمليه التدوير دي هتستمر كتير ولا شيء؟ ناجحه معاك ولا مش ناجحه معاك؟ ناجحه. يبقى لازم تستمر. ليه؟ اولا بتدي كل اللعيبه فرصه تلعب، مش رائع. ثانيا اللعيبه ما شاء الله ما شاء الله كلها بتأدي ادوار مميزه، ما حصلش دروب. يعني ما جاتش سي ماتش اسوان حصل لي دروب، ماتش الزمالك سوبر حصل لي دروب، لا الدايره ده دايره ماشيه. فطالما انت عملت دايره والدايره دي انت بس بتغير فيها مع احترامي كده ايه سلكي هنا والدايره ماشيه انت ناجح، فبتستمر ده. اللعيبه المقايضه عندك لا كلهم مستوى واحد، وفي نفس الوقت انت عندك دكه احتياطي محترمه جدا جدا. صح. الوحيد اللي ما اتغيرش محمد الشناوي. اه فعلا. والسوليه. والسوليه. اتغير بس لما اتصاب في اخر بالظبط كده، غير كده لا كل الدنيا ماشيه. فلا انا شابوه لفايلر وشابوه الجهاز الفني، شابوه اللعيبه، وشوف طبعا المجلس المحترم طبعاً اللي جاب لنا المجموعه الجميله دي. طيب هروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نستفيض في الحديث عن مستر فايلر وعن مستوى النادي الاهلي خلال الفتره السابقه واستعدادات ما هو قادم من تحديات مهمه بالنسبه للنادي الاهلي. استنونا بعد الفاصل. نتكلم على مستر رينيه فايلر وتقييم حضرتك ليه وللنادي الاهلي، يعني الفرقه بشكل عام، وحضرتك اشدت بشكل كبير جدا. بالتحديد حجم الانتقادات اللي تعرض ليها مستر فايلر اول ما تم الاعلان عن تولي المسؤوليه، شايفها بتوازي حجم النجاح حتى هذه اللحظه؟ لان انا برضو مش عايز ابالغ، لسه في مباريات، لسه في ممكن وضع صعب يتحط تحت الفريق، سواء تتاخر بهدف ازاي هتتعامل معاه، يعني لسه في امور كتيره جدا عشان نقيم بشكل نهائي. لكن ازاي بتشوف تعامله مع حجم الانتقادات في البدايه؟ بص برضه بقول لحضرتك نختلف ونتفق. الحمله اللي اتعملت على مستر ري فايلر كانت مبالغ فيها، لان احنا عندنا ايه دايما يقول لك ايه السي في او السيره الذاتيه تجوب باي حاجه، كان ده يبالغ فيه شيء مش صح، لان انت برضه ايه اجيب فلان، طب ايه خلفياته ايه سيرته ايه، لكن ما حدش صبر حد نشوف الراجل ده ايه وضعه او ايه امكانياته او بتاع. ما في شك وعمل في الفتره القصيره ما يفوق تصورات البعض او الكثيرين، ان الراجل حط بصمه مش بس في النتائج. انا مش انا النتائج دي اخر حاجه افكر فيها، انا بتكلم في شكل فريق. هو عمل شكل او عمل شكل، عمل اسلوب او عمل اسلوب، عمل طريقه او عمل طريقه، عمل كل حاجه. فده بامانه ربنا كان خير رد على اي حد. الجميل والرائع برضه ان هو ما كانش بيرد. صح. يعني انا بيعجبني المدرب كده، ما يطلعش بيقول لك يبرر اصل اللعيبه، اصل مش عارف كذا، اصل الامطار، اصل الجو، لا ما يجي، ما كانش بيرد، بيدور الليله وبيمشي الدنيا محلها، وخطوه خطوه بيعرف يتقدم ويغير ويعيد وينظم. فلا فهو بامانه ربنا قدر في فتره وجيزه جدا يحوز قلوب الاهلاويه. وانا ازعم ان جماهير مصر برضه معجبه بالاهلي حاليا. فعلا دي حقيقه، اسلوبهم وادائهم بيستمتعوا بالاداء زي ما احنا بنستمتع. جماهير مصر حاسه ان الاهلي بقى شكله جديد، بقى لا هو ده الاهلي بتاعنا. والاهلي هو بيعرف بيأدي بشكل كوره حلوه، الاهلي مميز. فهو الراجل عدى، وده في حد ذاته يحسب له. يعني لا قدر الله حصل اي ضرب، وده وارد كره القدم، ما برضو نكون عقلانيين. احنا هنا بنشيل بيه وده حقه، في مجهود معمول في مجهود معمول، في شكل فريق في شكل فريق، وانت قاعد بتتفرج حاسس الاهلي هجيب جون واثنين وثلاثه، ده ما كانش موجود قبل كده خالص. ده شغل مدرب، ندي كل حاجه حقه. طب لا قدر الله حصل اي ظرف، لا انا برضو انا شايف الراجل بيقرا، الراجل عنده قرايه كويسه جدا للملعب في التغييرات، الفكر موجود، يعني الفكر موجود، ده يهمني ابني بقى زي ما انت عاوز. طالما الفكر موجود وحد بالبلدي كده بيفهم، انا ما قلقش ما قلقش، لان انت حياتك بتديني الادوات وانا بشتغل عليها. مش بحط سين مكان صاد وانا ما فهمش، لا انا عارف بنزل احمد فتحي امتى
انا عارف بنزل محمد هاني امتى، انا عارف بنزل عمر صلاح امتى، ده كل ده مدرب قالي صح. بس ازاي قدر ان هو يقرا سريعا كده برضه يا استاذ ممدوح؟ يعني انت دلوقتي لسه جاي وعارف تدور ما بين اللاعبين، وزي ما حضرتك تقول مثلا عارف امتى بلعب فتحي وامتى بلعب محمد هاني مثلا، يعني في المركز ده. ده حقيقي. ازاي قدر بسرعه كده ان هو يلم؟ يعني كرات من عند ربنا يا عم امير جاهز، ربنا عارف جابوه الاهلي. لا هو طبعا ما شاء الله، واضح انه حد مثقف، واضح انه حد متابع، واضح ان حد نشيط، ذاكر الفرقه قبل ما ذاكر الفرقه. برافو عليك. يعني انت بتتكلم تعاقدت معاه قد ايه؟ فتره صغير، مش مثلا من موسم، من شهر ونص مظبوط كده. اكيد الراجل ده قعد شاف شويه فيديو، شاف اللعيبه، تعرف عليهم. وانت في الملعب استاذ امير بتشوف، وانت في التدريب انت بتقرا ده امكانياته ايه، بيتحرك ازاي، بتاع معاه جهاز فني محترم بيخدم عليه. المعادله ما تبقى كده خلاص. هو الراجل عينه حلوه كمان على اللعيبه. شفت قلت بقى عينه حلوه، دي جميله جدا. يعني ده التعبير ده اللي حلو، عينه حلوه. يعني عارف ده ايه وبيعمل ايه وهيعمل ايه. هي دي بقى ملكه تتنفس. ده مجهود لعيبه، مجهود لعيبه طبعا. انت استاذ امير راجل مدير فني، اعمل كذا يا فلان، انا هعمل ده، مش هعمل بدليل انت الموسم اللي فات كنت معتمد كليا على مين؟ علي معلول. صح، ده هداف الاهلي. صح. طب النهارده ما شاء الله هدافين الاهلي مين؟ كتير. الله اكبر يعني. كتير عشان ما يحسدش. كتير. عندك رمضان واجاي صلاح محسن وحسين شحات. حسين شحات ده ايه؟ مدير فني. مدير فني. راجل عارف يدور صح بتاع. كنت لو تستنى مع علي معلول يا عيني يقطع المشوار اول ملعب اخر ملعب يرفع عرضيه او يجي كوره كذا، لكن لا النهارده بقى في عندك مفاتيح، بقى عندك ناس بتعرف تتحرك صح، ده شغل مدرب برضه نقول حق. ولاعيبه بتنفذ. لعيبه بتفهم الافكار وتنفذها بالظبط. دي برضو ملكه. ما هي الملكه يعني ايه؟ عندي حد بيفكر زي حضرتك كده، بيحط لي البلان او بيحط لي السيستم، انفذ انا بقى السيستم. انا قدراتي جايبه اتس اوكي، مش جايبه يبقى انا اعمل منك. بس ما بيفتيش. كلام واضح. ما بيفتيش. يعني ايه؟ ما لعبش علي معلول. مدير فني ممكن يفتي؟ مين؟ في مدير فني يفتي؟ طبعا كتير. مغزك اسماء في الدوري المصري فانديه كبيره، تفاجئ ان مدرب مدير فني بيحط لعيب مكان مش موجود، او يحط لعيب محترمي بقاله فتره غايب، او لعيب مثلا ومتخيل ان هو لا بتبقى لها غلط، ده بيحصل. لكن هو بيحط لعيب وعارف هيعمل ايه، قدراته عامله ازاي، وده مدرب شاطر. حضرتك اتكلمت في جزئيه مهمه قوي، في حاله لا قدر الله النادي الاهلي تعرض لخساره، هل ده هيقلل دوارد؟ طبعا ده ممكن. دي كوره، شيء طبيعي في الكوره يعني. لكن هل ده ممكن يقلل من تقييم او التقييم الايجابي لمستر بايلر؟ يبقى احنا مكحفين وظالمين. والجمهور الاهلي مش كده كويس. يعني ايه؟ يعني مستر مانو جوزيه عمل اهلي كتير طبعا، نختلف ونتفق. لما رجع اول، بعد ما رجع سيادتك لو فاكر، قال ما حدش قالني على بطولات وبتاع، وخد في الاخر كاس مصر وده وكانت منوره منه، بس الناس استحملت. فلما يبدا عند مدرب لاي سبب وارد، الناس تحملت عندها قناعه تامه. ما انت خلاص انت دخلت دماغي. مش هتطلع منه الا بعد ما قدر الله بقى الدنيا باظت خالص. ده مش هيحصل. لكن لاسارتي من ساعه ما جه ما كانش ليه اماره، ما كانش مقنع. البعض ممكن يقول لك في البدايات ما لاسارتي كان عامل ماتشات كويسه في البدايه وكنا شايفين شكل النادي الاهلي، بعد كده لقينا دروب كبير جدا. لا لاسارتي ما عملش اداء. لاسارتي ما عملش اداء. زي ما كوبر ما عملش اداء مع المنتخب. زي ما اجيريا ما جه كحاله يعميها عماها مع المنتخب. ما انا بقول معاك اهو. يعني كوبر مشكورا ودانا في داهيه. يعني هو قال لك وصل لك كاس عالم بتاع، ما فيش شكل. انت اي فريق في الدنيا ايه اول خطوه دي؟ ليه شكل؟ يعني شكل بيعرف يلعب، بيعرف ينقل الكوره، بيعرف يتنقل. كوبر ما عملش ده ولا اجير يعمل ده. املنا في الكابتن حسام بدري بقى ان شاء الله. ان شاء الله. لاسارتي ما عملش ده في الاهلي. لاسارتي جه حط لعيبه مكانهم، بس سيادتك لا عندك مفاتيح لعب ولا عندك زي ما بيقولوا ايه؟ ما كانش في ابداع. مفيش ابداع، برافو عليك، حلوه الكلمه دي. مفيش ابداع. رب حياتك مفيش ابداع، الابداع ده مش موجود. ولعيب الكوره لازم يبقى عنده سنه ايه؟ الابداع. ده لازم. حتى لو ما عندوش المهاره. لان الكوره اصلا ايه؟ اسمها ايه؟ ساحره. مستدير. يعني بتسحر الناس. يبقى لازم عندك ايه؟ سحر وشعوذه. بس. اكيد نتمنى مستر بايلر الاستمرار، وبالتحديد عايز اتكلم عن اللاعبين لان هم قدروا ان هم يبقى في استيعاب عندهم لفكر مستر بايلر بشكل سريع. لكن انا بالتحديد عايز اتكلم على بعض العناصر اللي ممكن تكون لفتت نظرك. تمام. في الست ماتشات مين ابرزهم؟ بيني وبينك ما شاء الله والحمد لله قلت بالله معظمهم نجوا كلهم، بس طبعا يعني بامانه ربنا طبعا اجاييه يعني اول عودته من فتره الركود. تتوقع عودته بالقوه دي؟ لا، لان للاسف ما كنتش متوقع. لا خالص. اقول لك حاجه، انا عملت بقى ايه حوار الاهرام كان ده الموسم اللي فات، وكان في قمه تالقه بامانه وبتاع، ولد مؤدب جدا وحد مجتهد وحد الاهلي قوي وحد يعني يقعد معاه تحس لعيب مصري يعني واخد على الاهلي.
الكلام اتقال حواليه كتير. انا جيت قبل كده مع حضرتك قلت لك ايه، بس ربنا يهدي صالح جمعه. اه حضرتك قلت لي ايه، منتظم وكذا. انا مش ناسي. ايوه صح. انا في لعيب يعني ربنا يسامحني ببقى فاقد في الامل، ربنا يسامحني بتاع جمعه او غيره، بس لا بيبقى في دلائل. انت فاقد الامل في مين يعني؟ في صالح جمعه. في صالح. اه ده كوجهه نظرك انت يعني. اه ليه؟ لاني انا ما ادكش فرصه واثنين وعشرة وانت اتفرج فيها. بس ان شاء الله صالح اتمنى املك باذن أتمنى. الله باذن الله. ليه هتقول لي ليه حضرتك؟ ليه؟ انه لعيب موهوب جدا. ايه موهوب؟ انا كلاعب موهوب ربنا اداني ايدي اعمل فيها ايه؟ المفروض ان انا اشتغل عليها. اه طبعا، وانمي نفسي واعمل ده، لكن انا افرط فيها ومعايا نادي محترم كبير صعب. اجايه كان بالنسبه لي لغز لغايه بدايه الموسم ده. صالح بس عشان اقفل حته صالح برضه. هو عنده منافسه قويه جدا في المركز بتاعه. انت فين صالح؟ فين بقى صالح؟ فين عندك قفشه وليد سليمان في المركز رائع ده، رائع. ومعاك طبعا صالح فوق دماغي. هو الراجل ده بيعمل ايه حضرتك؟ بيعمل كده زي الشطرنج، يشيل صالح يشيل. هو ده جميل. انا عاجبني الجو ده، عاجبني. لازم بقى صالح يستغل يعني. هي ده ان شاء الله. ليه؟ الراجل مش قدامه 11 لعيب بس. لا الدايره واسعه عنده. مش انتوا 25 لعيب في التدريب او عدد واتس ايفر، لكن انا فاتح الدايره. اللي هيثبت نفسه صح هاجي. بدليل صلاح مثلا جاب جون تاني ماتش بره، دخل اجاي. احنا زي جاب جون تاني ماتش بره، احنا زعلنا. لا لا هتتضايق؟ لا يا فندم اشتغل. اللعيبه متضايقه؟ لا يا فندم ما حدش متضايق. انت هتزعلنا على الموضوع الفاضي؟ لا يا فندم. الناس كله بيلعب كله بيشيل. انا عاوز صالح، انا صعب عليا صالح ان شاء الله. ان شاء الله صالح فاجاي عودته بالنسبه لي كانت مفاجاه، لان حصل كلام كتير حواليه وبتاع، فعودته بالشكل ده شيء جميل جدا ومكسب للاهلي وليه والمنتخب بلاده. المنتخب بلاده طبعا ان شاء الله. ابي ايه مهاجم خلي بالك جامد جدا 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 عنده كوره وعنده كوره. برافو عليك. انت كده بتجيب من الاخر جدا. عنده كوره الكلمه الحلوه دي. ليه؟ بيعرف يخلص، بيعرف يعمل باص، بيعرف يتحرك، بيعرف اماكن مراكز ممتازه. بالزبط. كل مهاجم شامل. فده للاهلي ولنفسه ومنتخب بلاده اتفرج عليه. طيب نتمنى لهم ان شاء الله كلهم كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه فيها ايه بقى؟ ماتش الزمالك. اه ان شاء الله يوم 19. بتشوف الماتش ده ازاي؟ الماتش ده يعني فيصلي في حاجتين. اذا الزمالك رقم واحد، لان لو حصل والزمالك خسر هيحصل تغيير شامل في الفريق. ده فيما يتعلق بالزمالك، لكن فيما يتعلق بالاهلي. لا الاهلي عارف حياتك انت ايه؟ لما كنت قدامك ثابته وعندك ثقه ما بقلقش. في نفس الوقت يعني في أسوأ الاحوال اتعادلت انت مش وحش. في باد لك وفي عدم في دي اوف زي ما بنقول. مفيش زعل ان الاهلي، لا الاهلي جاي، الاهلي موجود، الاهلي جامد. فلكن بالشكل الحالي لا الاهلي يعدي ان شاء الله، يعدي وبفارق. لان زي ما بقول لحضرتك انا اي مدرب منافس او اي فريق منافس بقى صعب يقرا الاهلي. ليه بقى سيادتك؟ انت دلوقتي مش عارف مين هيلعب. وده نجاح للمدرب مش حد تاني. النهارده بتقول اه ده ماسك يلعب فلان وفلان، لا انا ممكن افاجئك بناس تانيه خالص. صح. زي ما حصل في ماتش السوبر، زي ما حصل في ماتش السوبر، وزي ما حصل زمان اهل التمرينات واهل السبعينات لما كابتن الخطيب بيدو الصحه لقي كاس مصر 4-2 ومستر كوتي الله يرحمه بقى نزلوه، وكان راجل لابس قميص وبنطلون وفاجئنا كلنا. الاهلي خسر 2-1 وكل عمال يا رب، وفوجئنا بالاخ بيقلع وده ونازل طبعا ما شاء الله يعني بيدو الصحه كسر الدنيا يعني. فالاهلي حاليا بقى كده، ما تعرفش ده مش اي فريق منافس هيبني حساباته على ايه. انا بس قلقان من حاجه بصراحه. النغمه بتاعت ان الاهلي افضل من الزمالك دلوقتي، وبص المعطيات كلها بتقول الاهلي. لكن دايما ماتشات القمه بيبقى ليها حسابات مختلفه. مش مع الاهلي وده اللي انا قلقان. لا 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 مش مع الاهلي. الاهلي بقى قد ايه بيكسب الزمالك؟ انا مش عارف. بص انا مش عايز احسب. الزمالك برضه فرقه تقيله فوق. انا قلت يعني لا ما تدخلنيش في نفخ مصر. لا انا قصدي يعني الزمالك صعب فريق كبير. طبعا. بس المشكله في اللغط دايما اللي حواليه والتصريحات والرغي والكلام ده كده، والكلام ده قلته للناس. انا مش عايز بس نقعد في الفخ ده بس. نون فخ ان احنا عندنا ثقه زياده في نفسنا وكملنا. لا الاهلي كسب الزمالك كام سنه ورا بعض؟ قعدت 11 سنه تقريبا. تمام كده يا فندم ولا مش تمام؟ وكل ما اخش الماتش يقول لك ايه الاهلي افضل. الاهلي خايب ظننا؟ لا ايه دي النقطة؟ فأنت بتقرا صح ان الكف عاملة ازاي؟ مفاتيحك انت عاملة ازاي؟ عندك مدير فني شاطر مش شاطر؟ حالتك يوم الماتش عاملة ازاي؟ ده يفرق برضه. دي أهم طبعا. ده معاك بس أنت جاهز؟ أه جاهز. الأهلي فايق ما شاء الله. أه الأهلي فايق. اسكورك كويس؟ كورك كويس. عندك مفاتيح؟ عندك مفاتيح. فلا الأهلي ما شاء الله. لا 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 يعني 11 سنة أنت بتقول كسبنا الأهلي كسب الزمالك الدوري يعني أو الدوري أو كسب الزمالك. هل في أي مرة الأهلي قال لك يا عم ماتش مضمون الأهلي خايب ظن حد؟ لا. فدي لا انا ما تقلقنيش، بس انت على الاقل تبقى في يومك.
بس تبقى موفق يعني. تبقى موفق ان شاء الله باذن الله الاهلي يكون موفق. بالنسبه ل بطوله دوري ابطال افريقيا والقرعه تقريبا خلاص هتبتدي او ابتدت من حوالي اهو 6 دقائق تقريبا. بتشوف ازاي او بتتوقع المجموعه بتاعت النادي الاهلي ازاي؟ احنا عارفين التصنيف الاول او المستوى الاول في الترجي والاهلي وداد ومازيمبي، والتصنيف الثاني في النجم الساحلي والزمالك او الجنراسيون فوت والرجاء البيضاوي وصن داونز، التصنيف الثالث فيتا كلوب او الاغسطس وبلاتينيوم الزيمبابوي واتحاد العاصمه، والتصنيف الرابع الهلال السوداني بترو اتلتيكو الانجولي وشبيبه القبائل الجزائري وزيسكو الزامبي. توقعاتك ايه؟ انا اتمنى ان يبقى معانا صن داونز المره دي. صن داونز ليه بقى؟ الاهلي ما اتجرحش او جميع ما اتجرحت مش صن داونز طبعا طبعا. فعارف انت بقى انا مش عايز اتكلم اقول لك طار ومش لا لا هي بس رد الاعتبار، لان كل ما حد بيتكلم من اي حته يقول لك الناس دي غلبت 5 لا الاهلي لم يكن موفقا على الاطلاق خالص، لا مدير فني كان موفق ولا اي. فاتمنى ان صن داونز يجي معانا مجموعه. في عندنا برضو فيتا كلوب ممكن يبقى يخش معانا، دي اخر البطولات اللي اتحقق، اخر 20 بطل للبطوله. يا ريت نرجع للسوره دي تاني يا بيبو بعد اذنك كده، لان اخر 20 بطل البطوله بص ما شاء الله الاهلي قد ايه. دي تحضيرات خلي بالك من القرعه استاذ ممدوح، عندك ما شاء الله الاهلي في 2001 خد البطوله، وبعدين عندك 2004 2005 2005 2006 وبعد كده 2007 2008 و2011 2012 2012 2013 كانت اخر بطوله للاسف. ان شاء الله تبقى المره دي بقى رقم قياسي بتاعك انت. انت تمام بطولات ما شاء الله، وبعدين انت 2 نهائي الموسمين اللي فات بالظبط 2 نهائي. فلا فانا توقعاتي اخر 3 سنين انت وصلت 2 نهائي يعني. طيب يعني ما شاء الله يعني انت كده لا يعني له ظروف وله تحكيم وحاجات كتير انت عارف واخد بالك. فانا اعتقادي ممكن الزمالك يبقى مع الاهلي في نفس المجموعه لو لو ان شاء الله الزمالك بس لمصر ان شاء الله يوفق ان شاء الله اكيد طبعا باذن الله ان شاء الله يوفق باذن الله. ممكن ازيك معاه ويبقى فاز جاب كويس ان في كل مره الزمالك يقع مع الاهلي في الاهلي باخد بطوله. فاتمنى الزمالك يقع معانا ان شاء الله في المجموعه ان شاء الله. هل تتمنى عشان يعني الجانب تفاؤلي ولا تتمنى عشان يعني موضوع السفر تلعب في مكان لا تلعب في مصر احسن؟ لا لا التفاؤل بتاع ده انا بهزر يعني انا بمزح معاك لازم امزح معاك بس لكن لا موضوع الصف عشان انت برضه بتوفر توقيت وبتوفر مجهود يعني لا لا بيبقى له معادله ثانيه بيبقى ليك ماتش زياده على ملعبك يعتبر بالاضافه ان انت كم برافو عليك بالاضافه ان انت برضه كزمالك ممثل مصر ثاني يبقى 2 من مصر ان شاء الله في الدور الثمانيه ده برضه شيء جميل يعني برضه يحسن يعني خير الكلم. انت بتتكلم عن مصر انديه دي من مصر طبعا مش في حته ثانيه يعني ما فيهاش لغط انت بتتكلم في مصر خد بالك. فاتمنى ان مع بعضينا بحيث يطلعوا الاثنين مع بعض ان شاء الله دور الثمانيه ان شاء الله يطلعوا كمان دور الاربعه ان شاء الله ويطلعوا ان شاء الله النهائي باذن الله تعالى والافضل ياخدوا البطوله. لكن لا ان شاء الله الاهلي ياخدوا البطوله. ما هو الاهلي الافضل ما ان شاء الله لكن يعني الاهلي ما الافضل مين بس. فهي النقطه كلها ان انت بتتكلم في مجموعه ممكن يبقى فيها الزمالك هيبقى معاك اسمه ده والفيتا كلوب ممكن السوداني. اتمنى يبقى يعني الفرقه تبقى يعني قريبه من الاهلي في مصر ما بقاش سفر فيها كتير لان السفر معاك في المرحله دي بيبقى مجهد قوي. بتفضل المواجهات العربيه ولا لا 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 ابعدني عن الشكل ارجوك. لا 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 ليه بقى؟ انا شمال افريقيا بالنسبه لي بتوتر اي نادي مصري مع ان في الفترات الاخيره الاهلي متفوق على فرق شمال افريقيا يعني دي حقيقة الا نادرا يعني ما بنخسر بس انا بتكلم في اجواء يعني دايما اجواء صعبه يعني الاهلي ممكن لو اي حته في افريقيا في اي مكان لا بيقدر يتغلب خبره وبتاع لكن في افريقيا شمال افريقيا لا في ازعاج بدليل اقول لك حاجه انت في النهائي قدام الترجي خسران 3-0 وتحصل مشاكل كتير طبعا. صح ما حصلت في اي حته وضرب اتوبيس وفلان اتعور ما بحبش ده الجو ده ما بحبوش لكن انت في الدول الافريقيه شيء سنه من الهدوء دايما عندنا في شمال افريقيا مش عارف بناخد الموضوع على قلبنا ليه يعني ما اعرفش يعني بتكلم بامان يعني مش نبقى مشدودين شويه ما اعرفش ليه الكره المصريه بشكل عام انا يعني ما اعرفش ليه يعني احنا من الاشقاء العرب دي ماتش كوره انت كسبت انا كسبت كذا هم كمان بيبقوا مشدودين جدا وضغط عصبي ما بحبش الجو ده يعني انا كجمهور بره بتفرج بقى متوتر بقول لك اللعيب عامل ازاي جوه وبتحس الموضوع بيتحول لصراع اقرب يعني مع احترامي لخناقه احيانا يعني لكن الدول الافريقيه الثانيه سهل التعامل حتى لو كانت قويه حتى لو قويه بعرف اتعامل ما ابعدني عن الجو النفسي والضغط العصبي واخد بال حضرتك والتوتر مفيش مشكله عندي لكن وانس دخلت انت في الحته دي انت بتبقى 50% من تركيزك لكن لو بتلعب كوره لا انا اكسبك. طيب الاسماء بتاعت الفرق المشاركه في بطوله دوري ابطال افريقيا بتقيمها ازاي؟ هل شايف ان البطوله السنه دي هتكون قويه؟ هي فعلا قويه. طلع لي واحد من دول مش بطل كلهم في الحقيقه يعني الهلال السوداني بطل فرق تقيله مظبوط؟ الاهلي بطل
رقم واحد طبعا، الزمالك بطل، النجم الساحلي بطل، الترجي بطل، سان داونز بطل، مظبوط؟ الباقيين بقى اللي هم المحترمين الوصيف وبتاع، لكن انت بتتكلم في اسماء تقيله، لا لا لا، البطوله السنه دي جامده جدا جدا جدا. يعني ان قويه ان تكون اقوى كمان. الترجي بطل طبعا. الترجي بطل اخر نسختين. طيب، فانت بتتكلم في صراع، لا في صراع قوي وعنيف. اكيد ان شاء الله نتمنى ان النادي الاهلي في الصراع ده يكون موفق باذن الله ويقدر ان هو يرجع البطوله دي ان شاء الله. نروح نتكلم شويه عن المنتخب، انا هحاول اجيب لحضراتكم اخر الاخبار هناك من القرعه ونحاول نعيش الاجواء كده، لكن عايز اتكلم شويه عن منتخب مصر. والنهارده تاني تمرين للمنتخب تحت قياده الكابتن حسام البدري المدير الفني الجديد. بتشوف المرحله الجايه بالنسبه للمنتخب ازاي، بتحديد المعسكر ده وبدايات هذا المعسكر؟ اول كل حاجه بقى طالب كل الناس تساند كابتن حسام البدري. كويس. اختيار وقع على كابتن حسام. طبعا. كلنا في ظهره. طبعا. خلاص الموضوع خلص. انا بقى مقتنع، مش مقتنع مش بتاعتي. مقتنع. انا فاهم. دي مرحله عديناها بقى خلاص. خلاص يعني مش مش عاوز ايه برضو، انا عايز اقول لو حصل اي دروب اي حاجه الفتره دي ما حدش مش عايزين نتكلم. انا لسه ماسك ما حدش يتكلم معاه. المعسكر ده مهم في حاجه، انه حسام يتعرف على لعيبه. يبدا يقرب. يتعرف يعني اقول لحضرتك على حاجه. تدريب المنتخب شيء، تدريب الانديه حاجه. كويس. دايما انت في النادي مجموعه لعيبه انت يعني معاهم فتره طويله بتاع بقى بتتابعهم كده، لكن في المنتخب انت بتقابلهم فترات على فترات طويله. فلازم تبدا تلم يعرفوا شخصيتك، طريقتك، اسلوبك، تعاملك، ده المنتخب. فكابتن حسام المعسكر ده ماتش برشلونه بالنسبه لي مش فارق، مع احترامي لبرشلونه فريق محترم كل حاجه، بس مش هو الفريق القوي اللي يقلقني، لكن المعسكر ده اساسا ان انا ابدا اعمل لينك وتعارف بين حضرتك وبين المنتخب وبين اللعيبه. كويس؟ في عنصر او اثنين غايبين على سلطه محمد صلاح، لكن الـ 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 الاساس البيزكس بتاعك موجود. هو دي المجموعه اللي هتمشي معاك. كويس. في افريقيا، في افريقيا في كاس العالم. فده المعسكر ده اهميته ان ابدا اقول للناس ده الخط اللي امشي عليه. ممنوع الخروج عن النص، ممنوع كذا، الالتزام 1 2 3 ده مهم. بالاضافه لهم ده كله تبدا اللعيبه تاخد عليا وعلى طريقتي. ما تنساش برضو انت طالع من فتره ان الدنيا فكه. طبعا. كانت في المنتخب. فكه خالص. فكه خالص. فانا جاي الم. وده طبعا دي مهمه، شكر كابتن حسام، بس هو قادر ان هو شخصيه قويه بصراحه، من مدرب شخصيه قويه. طبعا. فمحتاج مسانده. انا في اعتقادي المعسكر ده هيبقى ان شاء الله بدايه موفقه، كابتن حسام بدري قادر يدير ويسيطر صح، في نفس الوقت اللعيبه هتبدا تقرا صح. وهو راجل كان عامل كلمتين لازم بكره عندي في الاعلام، قال لك الملتزم مكانه موجود، والراجل هيبذل مجهود مكانه موجود، اي خروج على النص السوشيال ميديا ملوش مكان. انا عجبني يعني من بلدي كده ذبح القطه من اولها. يعني هو الجوانب الانضباطيه عنده مهمه جدا كابتن حسام، وده 50% نجاح. اي منظومه في الدنيا فيها انضباط هو سبب نجاح مؤسسه عسكريه ايه؟ انضباط طبعا. بس فانت بتتكلم في انضباط عندك انسى. فحسام بدري قادر على ده، حفظ الالقاب. حسام بدري عنده شخصيه كويسه جدا، قادر، مدير فني ناجح، حقق نجاحات مع الاهلي زي ما سيادتك تفضلت الحلقه الماضيه قلت كده. طبعا. حقق برضه نجاحات في خارج مصر، فهو قادر. هو خد خبرات كبيره جدا من شغله في النادي الاهلي، سواء كان مدير كوره في بعض الفترات، مدرب عام، مدرب عام مع الجزئين، او مدير فني. فهي المعسكر ده نجاحه في نجاح الاحتواء وارسال رساله لكل لعيبه، يا جماعه لا عوده مره اخرى للفوضى. بس تصريحات محمد بركات امبارح، راي حضرتك فيها ايه؟ كابتن بركات برضو شخصيه جميله جدا، وبرضو قربه من اللعيبه والسن مش كبير ومنتهى، لا يقدر يلم. انت محتاج برضو مدير كوره جنب ان هو يكون حازم، يكون برضو عنده مرونه في التعامل، ان برضو بيكمل دور المدير الفني. يعني كابتن حسام كمدير فني كذا، كابتن بركات لا، في مخطئ وفي عقاب وصاب، ده ينجح فيه. انت محتاج مدير فني، مدير الاداري لا يعني برضو ابن نجم منتخب، ولكن لما اقف انا قدامه كلعيب واتكلم معاه، انا عارف مين محمد بركات طبعا، زي ما عارف مين حسام البدري. ده مهم، خلي بال حضرتك انت بتعمل عند لعيب حاجه اسمها احترام. الاسم ده عمل تاريخ، شئت او ابيت هتحترم. اكيد اكيد في غير استهانه. وفي الحقيقه الجهاز الفني كله فيه عناصر عاملين تاريخ كبير للكره المصريه، يعني عندك مثلا محمد بركات طبعا، طبعا سيد معوض اكيد، طارق مصطفى، طارق مصطفى طبعا جاب بطوله امم افريقيا 98، وجاب ايمن طاهر، كابتن ايمن طاهر برافو عليك. فدي اسماء انا لما اتكلم احمد ايوب، احمد ايوب طبعا لما اتكلم انا، لا كل واحد من دول لا السي في بتاعه جامد. واخد بالك؟ فلا لا هو جهاز فني محترم جدا، ان شاء الله ان شاء الله حقق طموحات المصريين، تحقق طموحاتنا كلنا، وهو قادر على ده. بس اهم حاجه يبقى في مسانده من الاعلام ومن اتحاد الكوره، اهم حاجه. مسانده من الاعلام اكيد موجوده، لكن بالتحديد فيما يتعلق بمحمد صلاح، هو كلام كتير دايما بيبقى على محمد صلاح، هو اسباب استبعاده او اعتذاره وكل هذه الامور، هل شايف ان تم تناول هذا الملف بالشكل الانسب من قبل الكابتن حسام البدري؟
خلينا نتكلم بامانه، محمد صلاح تعرض يعني شيء انا ما حبيتهوش، عايز اقول طعنه مش عايز اقول كده، لا محمد صلاح الموقف بتاع معايا في حفله الفيفا لا يقبله منطق ولا عقل. اكيد يعني انا شخصيا يعني وانا بكتب الموضوع انا انا حاطط نفسي مكانه، يعني حاجه تضايق طبعا، يعني انا حاطط نفسي مكان انا راجل عامل سمعه في مصر بره فوق الممتاز وعامل موجود معاك وعامل اسم كذا، ما يبقاش جزاؤه ان يتجاهله كده، ما يبقاش جزاؤه ان الناس ما تبقاش جنبه في حاجات. خلي بالك احنا كام لعيب عندنا كان بينافس على جائزه الفيفا؟ لا عمرها ما حصل. حضرتك انا من ساعه ما توت ما شفتش عمرها ما حصل. حضرتك من ساعه ما توت شفت حد شوف حد في الاستوديو يساله ولا ايه؟ لا مفيش داعي. ما حصلتش. ما حصلتش خالص. وصعب ان هي تحصل على فكره. يا فندم واحد واخد تالت افضل لعيب في العالم السنه اللي فاتت، دي حصلت امتى؟ والسنه دي طلع رابع، طب احنا نعمل كده ببعض ليه؟ محمد صلاح الملتزم المحترم اللي عامل لك ريكورد وعامل لك شغل اوروبا كلها بتتكلم عنه، مش انجلترا بس، اوروبا كلها. ما افتح انا كل يوم الديلي ميرور ولا افتح ولا اي جورنال يقول لك مو صلاح بيمثل مين؟ مصر بس. فالتعامل مع محمد صلاح موقف يعني انا اتمنى محاسبه اي مسؤول اتحاد الكوره اخطا في هذا الملف باي طريقه عشان نحس لا ان في صواب وعقاب. محمد صلاح طبعا من انفعاله كان عمل تويتر وبعدين اعتذر عنها، لازم يعمل قعده يتعمل قعده معاه من كابتن حسام. هو حصل تواصل هاتفي يعني؟ لا لما في اجازه او في انا فرصه لازم يحصل معاه قعده، لازم يصفي الاجواء، لان برضه في الاخر الاول ده بشر. اكيد يعني حياتك انا انسان في الاخر، انا انسان، انا منتظر ايه من بلدي؟ حته قد كده تقدير، تقدير ترجم في ايه؟ اديك صوته، وده حقه. طبعا احنا مش كل يوم هيطلع لنا لعيب، لا لا يعني مع احترامي لسه 100 سنه قدام. طبعا بس هو ممكن البعض يكون بيختلف في رد فعله ان هو كان مبالغ فيه نسبيا. ما هي الصدمه، ما انا بقول انت انسان، انت بشر، انت في الاول والاخر انت بشر، لا كان عليك ولك وليك مالك زي ما بقول. طب انا عايز اكمل تحديد في تعامل كابتن حسام بدري مع الملف ده، وانه قال ان محمد صلاح مجهد. لا طبعا لا طبعا، هو انا كابتن حسام بدري ربنا يكرمه يعني بيحاول يجمل الصوره، بس هو الولد زعلان في حاجه مضايقاك وده حقه. هو تعرض طبعا لاصابه في ماتش ليستر سيتي، بس الموضوع الاستبعاد كان من قبل الاصابه، كان قبل الاصابه. وفي نفس الوقت هو ان شاء الله هيرجع في ماتش مانشستر يونايتد يعني ان شاء الله، يعني ان شاء الله باذن الله. فاحنا بنتكلم بقول لك انا كنت اتمنى ان حد يسافر مثلا انجلترا، اتمنى ان كنت مثلا يقعد معاه يقول له الوضع كذا كذا واحنا حاسبنا الناس كذا كذا كذا، ده رد ليك عشان تبقى عارف ان احنا ما سكتناش، يبقى الرد ايجابي. في حالي انا حاسس انت مهتم بايه؟ مهتم بيا طبعا، يعني معلش في ضمن سفريات اتحاد الكوره الجميله ورايحين هنا وكده، حد يطلع الراجل ده مخصوص يعمل معاه ميتنج وبتاع، تعالى محمد حصل كذا واحنا حاسبنا الاداري او المسؤول او كذا وكذا وكذا، ومصر عارفه قدرك وعارفه امتى. انا اعتقد موقف زي ده ينزع شويه لان انت قدرتني، لكن انا اتجاهل وده انا ما حدش وخلاص يا جماعه وده خطا اداري، يعني انا فوجئت، انا اسف، سيد رئيس لجنه الخماسيه طلع في المؤتمر الصحفي قال لك ده خطا اداري. ده عند مين؟ جائزه الفيفا اللي كلنا بنحلم بيها اللي بيقعد سنه بحالها ناس تتعب عشان خطا اداري، يعني انا اسف موظف سامحني انا بعتذر 3 جنيه يعني موظف مهما كان انتوا يغلط اضيع لاعب بهذا الحجم، فكان المفروض رئيس احترام للجميع طبعا، ما هو احترام للجميع، ما هو انا بحط نفسي مكان حضرتك، الموقف ده زعل، ده جالي نهار نفسي طبعا، يعني انا كمحمد صلاح انا قصرت في ايه ولا حاجه؟ حاجه تفرس بصراحه. انا بقولك انا جالي صدمه، انا جالي وانا قاعد بكتب الموضوع، انا بكتب الموضوع وانا محروق، ازاي جالي قلب اصوت لغيره؟ وازاي جالي قلب ان انا اتهاون معاه؟ فكنت انت صفرت حد اللجنه الخماسيه المحترمه، بلاش كان استاذ علي الجناين، اسف عمرو الجناين اسف، كان سافر وعمل ميتنج مع الولد قلت له يا محمد وحصل كذا واحنا حاسبنا. الموقف ده هيخلي عنده هو هيفرق جدا، ما انت قدرتني وجيت لي الاتحاد السابق باخطائه بكوارثه بكل مصايبه، احنا عملنا كذا كذا وجازنا كذا، ومصر عارفه قدرك بدايه من القياده السياسيه المحترمه مرورا انتهاء باصغر مواطن في الشارع. ليه اقول لك حاجه؟ انزل الشوارع لما يكون في ماتش محمد صلاح، انزل شوف الشوارع وشوف الدنيا عامله ازاي. كلنا بنقعد نستنى ماتشات كلنا بنشجع ليفربول اكيد بعد الاهلي طبعا. يعني واخد بال حضرتك؟ يعني بنشجع ليفربول خلاص بقى ليفربول والاهلي صح، اساسا ده احمر وده احمر والبرسات الاولويه للاهلي طبعا، ما فيهاش رقم واحد الاهلي بنتكلم احنا لكن انت قاعد مع انت قاعد تشوف كافيهات ايه ده ايه ده ايه ده، فده لعيب عمل لي ده كله والناس معترفه بيه ومقدراه. اجي انا كاتحاد كوره مش بعيد عن البلد اتحاد كوره اعمل ده؟ لا انا اعمل ايه بقى لو بفكر صح؟ يا اما ابعت له المدير الفني، يا اما ابعت له ويفضل حد من اتحاد الكوره ويعمل ولد ميتنج هناك ويقول الوضع كذا كذا وكذا، كل الناس عارفه امتى وحصل كذا وده خطا واحنا جاهزين كذا كذا. مروحك ليه؟ مش قلت مش بيقلش منك، ده راجل ثروه، ده راجل ربنا عز وجل وهبك يعني اداهولك هديه، حافظ عليه وانميه
ولا لا لا يلا يا عم لا حافظ عليك احنا كنا نبقى عايشين من عاملين من بنها وخلاص يا عم موقف لا ممكن ما عداش لا 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 ممكن ما عداش بقى انا الاقي ميسي واخد كل اصوات ارجنتين ورونالدو البرتغال مش عارف مين وانا كمصر محمد صلاح بكل قيمته اقول ما ادالوش مين يقول كده انت عارف ان كوبر لما كان مدير فني لمنتخب مصر كان بيدي الصوت بتاعه لميسي انا فوجئت كده عشان ابن بلده يا فندم احنا بقى صلاح بقى ولا لا يا فندم لا 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 يا فندم بكل بصح هو ميسي عامل ايه السنه دي ولا حاجه ولا حاجه دوري ابطال اوروبا خرج منه خد الدوري الاسباني بلس ان هو حتى كوبا امريكا خرجوا خدوا مركز ثالث حسب ما انا فاكر عمل تاني ميسي لكن انت خد دوري ابطال اوروبا واخد بحياتك ودوري انجليزي طالع وصيف والسوبر الاوروبي والسوبر الاوروبي كويس مع منتخب مصر معلش دور 16 لكن انت عامل ريكورد عامل كويس وهداف دوري انجليزي الموسم بتاعه فين ده؟ فانت كنت افضل حد من اتحاد الكره الموكر بدل ما نقعد نطلع في اجتماع او في مؤتمر صحفي يقول لك ده خطا اداري بقى انا كمان ممدوح لو ما كانش صلاح ده راجل حرام عليك لا لا ده كويس ما يجيش سكته قلبيه والله ممكن يحصل لي حاجه بعد يعني فضل ايه تاني؟ ده استفتاء الفيفا لا كتب في التاريخ بعد 100 سنه في استفتاء الفيفا جايز الفيفا 1 2 3 بيتكتب كده يا استاذ امين انا معاك لو جيت رجعت الريكورد بتاع الفيفا ده بيتارشف فبيقول لك ده من مصر ده ثالث العالم ده يا جماعه يسوي ايه؟ لا انا كنت خدت طياره خدت حجاز ضمن السفريات الكتيره دي ورحت قابلت الولد وقعدت معاه ولا محمد حصل واحد اثنين ثلاثه واحنا جازينا كذا وعملنا كذا وهنا كذا ومصر عارفه قيمتك انت ابن مصر. كعلاج للقصه نفسها كان الافضل ان هو فعلا يريح المعسكر ده ولا ان هو ينضم؟ لا يريح. انا نفسيا مش مظبوط. انا نفسيا مش مظبوط انا نفسيا حاسس في شرخ. توقعت ان انا وين الفيفا ما خباش فيفا اعلن يا استاذ امين هو الفيفا خبى قال لك دول اللي صوتوا له تخيل انا يا استاذ امين داخل انتخابات وسيادتك قلت لك يا استاذ امين ما تسالنيش على حبيبك وبتاع وجبت لك قلم هديه وخدته خلاص الموضوع لا صوتك اجي اعلن انتخابات لا ما تدريش انت ايه اللي هديك لا في شرخ حصل في نفسيه مش مظبوطه فانت بالتالي لازم ازعل علاقه محمد صلاح باتحاد الكره بتبقى سيئه احنا شفنا عليه مواسم كتيره جدا حصلت ومشكلته وفاكر لما طلع اتكلم لايف طب ليه؟ بسبب التعامل بس اخد دور المذيع المرات لا بسبب التعامل بس هو هناك في ليفربول كل شيء ماشي بالورقه والقلم طبعا وبالدقيقه وبالثانيه هو بيروح يلاقي معسكر مفتوح ده داخل ده طالع ده هو الراجل اتعود على الجوانب الاحترافيه اللي احنا المفروض نعمل ايه بقى؟ شوية. نساعد كده ولا ما نساعدش على كده؟ لازم ان احنا نطور نفسنا كمان طيب. ونحاول نبقى لكن لما اطلع اتحاد الكوره يتكلم ويقول لك لا كله كان تمام هو ما قالش كده يا فندم لا انتوا كذابين انتوا كذابين هو لا احنا وصلنا له في كاس افريقيا كاس افريقيا دي كسبوا ايه؟ في انفلات في مدير فني يا فندم كان مدرب عام بيطلع بعد كل ماتش يتكلم انا عندي وقت اتكلم في متوشه يعني ازاي اطلع بعد كل ماتش ولعبنا جنوب افريقيا يا فندم ما ينفعش انت في امتحان بتركز فيه اسبوعين ثلاثه لغايه ما تعدي هل انا عندي رفاهيه ده؟ يا فندم لا بتقول للناس انك دور؟ لا يا فندم ماكش دور طب بعد الدنيا الاخير بتلاقي تقول والمعسكر كان مفكوك كان متقالش ليها كابتن قبل كده ما بحبش كده فصلاح ما اتعودش على ده هو كلوب بيحب صلاح وبيشاركه ليه؟ عشان سواد عيونه؟ لا عشان هو نجم كبير ولاعيب مميز وعشان ملتزم برافو عليك ومجتهد طبعا فبالتالي لا احافظ عليه اكيد كلوب بعد الصبر دي بتاعت الولد بتاع اسمه ايه ليستر سيتي انفعل في المؤتمر جدا بيسالوه على صلاح قال لهم مرمي جوه اللعيب ده يعمل كده وياخد ده راجل محترم عارف القيمه اللي عنده طبعا انت عارف القيمه دي اللي عندك هو ليه تصريح كمان النهارده بيقول قيمه محمد صلاح في ليفربول ما تقلش عن قيمه ميسي في برشلونه ده يسوي ايه عند حضرتك؟ تصريح مهم جدا طبعا يسوي ايه بقى لمصر بحالها؟ حاجه كبيره في ظل ما احترام الناس المتربصه بينا ان النجم زي ده عامل لك ايمج فوق الرائعه في اوروبا وفي العالم كله انا حافظ بقى زعلان احنا غلطنا اتحاد الكوره الفاشل غلط يا فندم نطلع احنا بقى ما ده بقى لو انت عايز بقى تحترف وتلم اطلع انا واقعد معاه يا محمد في 1 2 3 4 واحنا كذا كذا وعملنا كذا كذا كاني طالع انا رحت في لندن زي مثلا اعمل اتفاقيه ولا بتاع واتقابل مع صلاح بالمقعد انت رايح كده كده ده شغل بقى الناس اللي بتفهم مش هقعد انا اتكلف في تاجيل قمه والهجه مش كم في عندي حاجه اهم وانا ازاي ما اخسروش معنى ان يوصل يعمل تويتر اغنيه انا جبت اخري معنى عمل تويتر اللي انا زعلت منه فيها لا هي ما كانتش تويتر اللي هو شال يعني اللي هو لاعب منتخب انا زعلت بس انا بيني وبينك انا بشر انا حسيت في ظلم وظلم بين فانا اتحاد كوره بقى بفكر وكمسؤول رياضه لا اطلع وكانك رايحين لندن مثلا نعمل اي حاجه اتفاقيات مع اي نادي والتقى بمحمد صلاح وبتاع وقال واطمن عليه وبتاع واحنا في اللي كده فهمناه احنا عملنا كذا كذا هو نفسه هيفهم الموقف ده هيستوعب ده الازمه تتحل على طول ولا تتحل لا يعني لا اعتقد بعد المعسكر ده لا اعتقد لازم يتقعد معاه
لازم تقعد معاه، يبقى في تواصل، لازم تقعد معاه وتفهمه وتقول له حصل كذا وحصل، والناس وتفهمه ان حصل جزاءات وحصل عقوبات على اللي اهمل. ما الدنيا مش سايبه في مصر، في قانون وفي سيستم. اشمعنى في الارجنتين ادوا ميسي، واشمعنى في البرازيل ادوا نيمار، واشمعنى يا استاذ امير عيب. اللي حصل ده عيب، كارثه اللي حصل ده. شيء انا بقول لك، احط نفسي، انا بحط نفسي في كارثه صراحه. بعمل ده كله في الاخر اتحاد الكره الموقر ما بيدينيش. مين قال كده؟ ما انا بعمل ده ليه؟ المشكله ان في اتحاد الكره مش مدهوش، هو اتحاد الكره ما عرفش ازاي الاجراءات تتعمل عشان يدي صوته لمحمد صلاح. ده على اساس ان الكابتن هاني ابو رضا مش عضو مجلس التنفيذي في الاتحاد الدولي. غريبة. صح يا فندم؟ وعلى اساس ان الاستاذ محمد مجاهد ما عندوش خبره، وعلى اساس ان الكابتن مجدي عبد الغني ما مدهوش صوته بقى، هو رئيس لجنه المحترفين يعني. ما انا جاي حتى كده. وعلى اساس الكابتن احمد شوبير راجل ما عندوش فكره، اساس ان كل التحرك ماشي على اللي فات ده كله، انا اسف في الكلمه، جهله وما عندهمش فكره، ده كلام معلش. حاجه غريبه لا بصراحه. يعني ده كلام يزعل، لان انت المفروض اتحاد كره عارف السيستم، والسنه اللي فاتت عملته واللي قبليه عملته، اشمعنى المره دي؟ بيقول لك ان الموضوع ده كان ساعتها اتحاد الكره استقال خلاص يعني. رائع. وانت بتسلم ورقك بتعمل ايه؟ بتسدد في ورقك. طبعا. في نقطه زي دي مهمه، انا عشان اخلص ضميري يا جماعه في استفتاء في كذا، والفتاة بعت الجواب ده. لكن انا ما هدش المعبد على الناس اللي فيه. تعالوا بيبقى بالطريقه دي مثلا. صح. لكن انا ما هدش المعبد على الناس اللي فيه. انت كده مش بتهدي بس العيب، ده بتهدي مصر بحالها. احنا مش كله تعين عيب زي ده يا استاذ امير. اكيد اكيد. شرط القياده امبارح خلاص تم الاعلان ان هي هتبقى بالاقدميه، واحمد فتحي هو اللي هيبقى كابتن الفريق طبعا، موجود في المنتخب، بيجي بعديه حجازي او النني، بعديه او الاول عبد الله السعيد كمان. بتشوف ان هيستمروا في هذا الاتجاه، ولا في تفكير برضو ان شرط القياده تكون مع محمد صلاح؟ لو انت عاوز تراضيه بس الاول تتعامل قاعده معاه، واللعيبه الكبار تتفهم لفتره معينه ان هو يقود، عشان ما هو انا بحاول اصالح نجم. وبرده هو يستحق يعني، ممكن مثلا ايه تدوله مثلا يستحق، بس ممكن بعض اللاعبين ما يتقبلوش. ما انا جاي لساعتك. اللي هو ايه تديها له يعني ايه فتره كده يعني بشكل ودي كتكريم ليه، ردا على اللي حصل. يعني انا بكرر الاستاذ امير ان انا غلطت فيه، فبقول له يا عم خلاص انت بقى كذا، يعني بحاول يعني برضه افهمه ان احنا عارفين قيمتك، بوصلها لك كده. فانت ممكن تعمل ده بشكل مؤقت، يعني مثلا زي مثلا في التصفيات او بتاع تمسكه الكابتن، ويبقى هو لو معاه مجموعه مش كتير من القدام. لو في لعيب او اثنين بحيث ممكن يقول لك ده كلامك يا اخوان، لكن الاقدميه لا، انت في مصر لازم اقدميه في مصر عشان ما تعملكش مشاكل. رغم ان في العالم كله دلوقتي او معظم الدول يعني ثقافات ثقافه ثقافه، دماغ سيادتك غير دماغ انا. اكيد. ثقافه. ما هو ميسي لما كان في الارجنتين مش هو الاكبر. بس كابتن فريق. كنت كابتن فريق. لو انت فاكر سيادتك. رونالدو كذلك. رونالدو كذلك. مش الاكبر. بس هي ثقافه. وبعدين قيمه النجم هي اللي بتفرض ده. فانت بتحاول مع احترام مع صلاح. انا يميني ما اختارش صلاح باي طريقه. لكن عندنا في مصر هنا لازم الاقدميه. لازم الاقدميه. عشان خصوصا لما يكون في لاعب بقيمه احمد فتحي، بصراحه صعب قوي يكون احمد فتحي. شفت قلت ايه؟ حط نفسك بقى انت مكان احمد فتحي. وبعدين مع احترام ربنا يديله الصحه كابتن احمد وبرده كابتن صلاح. لا يعني احمد فتحي يعني عمل كل حاجه في الكوره. كل حاجه. كل حاجه في الكوره. ولاعيب محترم ولاعيب جامد جدا. والله اكبر عليه وروحه. لا لا كابتن احمد. الناس اللي صعبه تتكرر بامانه. ما فيش باك محترم رايي في الفتره الاخيره جه مصر زي احمد فتحي. وانا بشوف في الملعب بطمن على الاهلي. حاجه تاني كلنا ليه بقى؟ قوه ومهاره واصرار وروح، بيفكرني بالجيل الذهبي بتاعنا. بامان. من ريحتهم طبعا. من ريحتهم. برافو عليك. السلاله. الجينات بتتم. استاذ ممدوح فهم النقد الرياضي بالاهرام، انا بشكرك شكرا جزيلا. دايما بستمتع بتواجدك. انا بستمتع معاك والله، انت مذيع جميل وجودك على الشاشه بينور دايما. ربنا يخليك. بشكرك. ربنا يخليك، نورتنا وشرفتنا. دي كانت فقرتنا الحواريه من خلال حلقه كلام في الميديا النهارده، وكان معانا الاستاذ الكبير استاذ ممدوح فهمي الناقد الرياضي بالاهرام، واتكلمنا في ملفات عديده سواء فيما يتعلق بالنادي الاهلي او منتخب مصر. خليني اقول لكم سريعا كده، القرعه لحد دلوقتي بيعملوا قرعه الكونفدراليه، بطوله الكونفدراليه، لكن لسه شغاله ولسه ما جاش توقيت قرعه بطوله دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله باذن الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه البطوله. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، استنونا وحلقه بكره هتكون مهمه اكيد من نفس البرنامج. الى اللقاء.